هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نوجدوا الماتش من غدا ان شاء الله. غنشوفوا نقاط الضعف ديالهم باش ان شاء الله نوجدوهم وان شاء الله نربحوا الماتش. اللي هذا هو الماتش اللي كنا كنتمنوا نلعبوه والحمد لله وصلنا ليه. رساله للجمهور في الفينال ان شاء الله اجي بحال اليوم ساعدونا كما ساعدتونا اليوم ان شاء الله غيكون خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كوش قال لنا نكملوا، الجمهور كان كيساعدنا ونين فامي جروب كلشي كان كيساعد الاخر. هادشي اللي خلانا الحمد لله نكملوا الماتش ونربحوا صافي. طلع الله علاش لا ان شاء الله بالله الله كلشي ممكن. حنا جينا هنا ايطاب ايطاب، ربحنا الماتش الاول الثاني الثالث الرابع وبقى الخامس ان شاء الله. غدا غادي نوجدوا الماتش، غادي نوجدوا نقاط الصعب ديالهم الضعف ديالهم وان شاء الله باش نتفاروا الماتش مزيان ونروحوا ان شاء الله باش اتي الله. ميرسي عارف بان الماتش ما كان غيكون صعيب. الحمد لله درنا اللي علينا وبهذا الجمهور هذا اللي جا الحمد لله. ما كانش علينا نديروا كان علينا نعطيو اللي في جهدنا والحمد لله. ونا مونتري ونا غاني الماتش وتكاليفينا نجيو لزوز اولمبيك ان شاء الله. كان ماتش صعيب ولقينا صعوبات ولكن الحمد لله خرجنا منهم كما قلت قبيله بالجمهور. الجمهور ساعدنا بزاف والحمد لله. ونا جروب ونا فاميلي اللي لعب دار خدمته، اللي ما لعبش حتى هو دار خدمته والحمد لله. حنا 25 جوغ 26 جوغ درنا اللي علينا والحمد لله. دابا غادي نمشيو الماتش ديال الجيب باش نربحوا ان شاء الله في الكاس. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.